بنجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية، وبنرحب بنجم الزمالك الكبير ورئيس قطاعات الكره بنادي الزمالك حاليا كابتن بدر حامد. كابتن بدر، منور الدنيا كلها. الله يخليك كابتن، سعيد جدا. اخبار حضرتك ايه؟ وحشني والله جدا. انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده. فرحان ان انا معايا واحد من الوجوه المصريه، الوجوه التدريبيه المصريه اللي شرفتنا في الخليج العربي مسيره مهمه جدا ومشرفه في اكتر من بلد. عايز ارجع معاك بس خطوه لورا كده، الامارات، ونعرف ونعرف الناس كابتن بدر حامد عمل ايه في الامارات. دوله الامارات الحقيقه ليها فضل وخير عليا قوي. انا سافرت سنه 94 الامارات، رحت اشتغلت في نادي الجزيره، قعدت في نادي الجزيره 15 سنه يعني. ايوه. فانا كنت مغرم قوي بقطاعات الناشئين وتطوير قطاعات الناشئين والحاجات دي. فالناس لما لقت فيا القصه دي يعني الحقيقه طوروني وسفروني، سافرت السيتي وبايرن ميونخ والانتر واجاكس، فكل البلاد دي رحت خدت فيها محاضرات ومعايشات، والحمد لله رجعت الامارات طورت الشباب والناشئين، ومن ضمن اولادنا علي مبخوت وصلاح عبد الله عبيد، وكل دول لعبوا منتخب الامارات وكانوا أساسيين يعني الحمد لله. الشغل والطريقه اللي موجوده في الامارات هل هي مختلفه عن اللي احنا بنطبقه هنا؟ هي مختلفة لتطوير المدرب. أيوة. يعني أهم واحد في المنظومة كلها هو المدرب. إزاي أنا بطور المدرب كل سنة؟ إزاي بعمل له معايشات؟ كل الحقيقة مجلس أبو ظبي الرياضي أو مجلس دبي الرياضي ومجلس الشرق الرياضي بيجيبوا أندية كبيرة جدا، وبيجيبوا مدربين من الأندية دي يقعدوا معايشات في الـ في الـ في الأندية، يعلموا المدربين ويطوروا المدربين، وفي مدربين بتسافر. أيوة. تروح السيتي وتروح الإنتر. فدي اهم حاجه في المنظومه، الكواليتي بتاع المدرب، لان هو اللي بيعلم اللعيب هو اللي بيطور اللعيب. صحيح. فالمختلف تماما ان احنا هنا قليلين قوي في الحته دي. قصه بقى استقطاب كابتن بدر وان احنا نرجعه من الاحتراف الخارجي ويرجع لمصر تحديدا عن طريق بوابه نادي الزمالك، كواليسها ايه اللي حصل فيها؟ انا يعني الحقيقه هو طبعا انا طبعا بحب كابتن حسين لبيب قوي، وكابتن حسين السيد وكل مجلس اداره المحترم اللي موجود دلوقتي. فاول ما نجحوا في الانتخابات الحقيقه كلمني الكابتن حسين لبيب والكابتن حسين السيد وقالوا لي ان انت لازم ترجع. ايوه. فطبعا اتكلمت مع رئيس النادي هناك في الظفره، وكانت طبعا في مجادلات وازاي وانت لسه في عقدك سنتين. والمهم يعني الحمد لله توصلت ان انا اكمل الموسم بس لغايه شهر 5 وبعدين انزل نادي الزمالك. فالحقيقه ما اقدرش اقول لنادي الزمالك لا ابدا يعني، برغم كل الاغراءات اللي هناك يعني. كنت لسه اقول لك كابتن بدر، انت تغاضيت عن فرق كبير في المرتب ما بين الامارات وبين مصر. فرق كبير جدا يعني. فرق كبير جدا، بس الكابتن حسين الحقيقه لما قال لي فلازم انزل والبي الندى على طول. كابتن حسين طلب منك ايه؟ يعني ايه الهدف والجول والتارجت اللي كابتن حسين او نادي الزمالك طلبه من كابتن بدر حامد في قطاعات الناشئين في نادي الزمالك؟ هو الحقيقه انا اللي قلت للكابتن حسين. ايوه. ان احنا عندنا مشكله فنيه ومشكلة إدارية ومشكلة تسويقية. دول ثلاث حاجات في القطاعات، لأن أنا ماسك كل القطاعات كرة القدم. تمام. بما فيها الكرة النسائية برضه. أكاديميات وقطاع الناشئين ومدرسة الكورة. كل الحاجات دي كلها. فإحنا عندنا مشكلة، عندنا عايزين مش مشكلة إدارية، أنا عايزين تطوير الكرة، تطوير الناحية الإدارية. وطبعًا تطوير الناحية الفنية، ودي الأساس إن إحنا إزاي بنطور المدرب. وفعلًا عملنا، جبنا محاضرين من بره من اسكتلندا، وأنا عملت محاضرات ومستر جوميز عمل محاضرات للمدربين. فناحية تطوير المدرب دي كل شهر احنا عندنا محاضرات مع المدربين، والبرنامج اللي بياخدوه مني وازاي بيشتغلوا عليه، والفلسفة اللي هم بيشتغلوا عليها الحمد لله رب العالمين. فالناحية الفنية دي كانت مهمة جدا، وازاي نطور المدرب عشان يطور اللاعب. ايوه. اللعيب كان الاول الحقيقة لقيت في الملعب حوالي 70 لاعب. 70 لاعب؟ كل فرقة فيها 70 لاعب. يعني طب اللعيب يتطور ازاي؟ بيسويق دي مش الحقيقه احنا خدت قرار ان احنا نعمل الاي والاي بلس والبي بلس بس هم اللي يكونوا موجودين في كل فريق. فعملنا في كل فريق 25 لاعب فقط لا غير. في ناس الحقيقه زعلت وان هم مشوا من النادي وكانوا قعدوا في النادي فتره لكن ما كانوش بيلعبوا يعني الحقيقه. فانا الحقيقه اتفقت مع اولياء الامور ان الولاد دول لازم يروحوا يلعبوا بره، ولازم عشان نبني الولد ونطوره لازم يلعب ماتشات بره، وبعدين نشوفه السنه الجايه ان شاء الله. الحقيقه في اولياء امور كتير الحقيقه سمعت الكلام ومشوا راحوا انديه تانية يعني، لكن انا عملت جو او بمساعده طبعا مجلس الاداره وواقف في ظهري في القرار ده ان احنا عملنا 25 لعيب في كل فريق. عشان المدرب يقدر يطور اللعيب ونقدر ناخد نتائج. النتائج مش هتيجي في اول سنه، لكن السنه الجايه هتبقى في نتائج عظيمه ومحترمه جدا يعني. هل قطاع الناشئين في نادي الزمالك
عنده لعيبه يقدر يفرزهم للفريق الاول، ولو فيه هم مين؟ اولا عندنا لعيبه كتير الحمد لله رب العالمين، كتير دايما، لان يعني الزمالك بقاله فتره طويله ما بيطلعش للفريق الاول، اللهم الا السنه اللي كان مجبر فيها فريرا وطلع فيها حسام عبد المجيد وسيد نيمار وسيد نبيه وسيد جعفر، وما كملش منهم غير حسام، يعني حسام وسيد راح عارة، كان المفروض ما يسافرش، راح عارة احنا عندنا دلوقتي في 2005 عندنا يوسف احمد حسن، اتعور الماتش اللي فات ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه ان شاء الله. عندنا يوسف الفرنسي، عندنا الخضري، عندنا في 2007 بقى عندنا شويه نجوم على مستوى عالي قوي، حسام عاشور وحمد، حمد ده هيبقى قنبله مصر ان شاء الله. عندنا عمر ياسر، عندنا الفرنسي، لا عندنا لعيبه، عندنا هيبقى في احسن جون في مصر عمر صلاح ان شاء الله 2008. ده هيبقى قنبله ان شاء الله، حاجة موهبة استثنائية، حاجة موهبة استثنائية وطول وعرض وحاجة محترمة قوي يعني. مواليد 2008 2008 ولعب في الفترة الأخيرة مع منتخب مصر، وهو اللي صعد المنتخب الفترة الأخيرة. يقدروا اللعيبة دي أو يقدر جوميز يعتمد على حد منهم الفترة اللي جاية يوريه للناس ويكون قادر إنه يتحمل ضغط الدرجة الأولى؟ 6-7 لعيبة يقدر مستر جوميز ياخدهم دلوقتي بجد والله؟ وهو فعلا بياخدهم معاه اوريدي. انا في اتفاقيه مع مستر جوميز الحقيقه، وبنقعد مع بعض على طول، ان احنا كل اللعيبه اللي هو عاوزها بيجي ياخدها من قطاع الناشئين، بيلعب بيها ماتشات وديه، يكمل بيها الفرق. ايوه البتاع، فهو عارف اللعيبه وبيجي يتفرج على الماتشات عندنا. معجب بيهم؟ معجب بيهم جدا يعني. خد الماتش اللي فات عمر ياسر وحمد وخد الخضري وخد لعيبه كتير جوه الفرنسي، ويوسف احمد خده معاه. لا في لعيبه كتير وهو عارفهم بالاسم ويعتمد عليهم ان شاء الله. بتفرق يا كابتن بدر ان المدير الفني بتاع الدرجه الاولى يبقى عنده قناعه بالناشئين، يعني يبقى عنده من الجرأه ان هو يديهم فرصه ويعتمد عليهم، ما يبقاش من اصحاب مدرسه، لا انا عايز اللعيب الجاهز، اللعيب الكبير هو اللي يسد معايا. هو الحقيقه هو مهتم بالناحيه دي. ايوه زائد ان هو كمان مجبر عليهم ان شاء الله في الفتره اللي جايه، لان احنا القيد او حاجه او الحاجات دي كلها. لكن هو الحقيقه معجب باللعيبه دي وبيجي يتفرج عليها على طول. تمام، على طول يعني. واحد من ملفات الشائكه اللي دائما وابدا فيها لغط كتير جدا ملف عمر خضر. انا بقى عايز اعرف من حضرتك وتصدقني القول، ايه قصه عمر خضر؟ اولا انا بحيي مجلس اداره الحياه المحترم، لان هو جه على فتره فيها مديونات كتيره للنادي، فيها كوارث، فيها كوارث يعني. ما اعرفش انا ان هو جاب الدولارات دي اصلا منين يعني. أي. وهو سد الناس دي ازاي؟ فالمجلس الاداره ده يشكر على المجهود اللي عمله طبعا الفترة اللي فاتت دي كلها. طبعا هم جريوا واستلفوا، ورجال الأعمال المشكورين الحقيقة ساعدوا النادي الفترة اللي فاتت يعني. ملف عمر خضر، أنا سبت النادي لما اللجنة مشيت، وبعدين جه المجلس الثاني، فأنا سبت النادي الحقيقة. بعد ما سبت النادي بعشر 15 يوم أنا سمعت أن عمر خضر مشي، اشتراه نادي زد. أيوه هو ومحمد هيثم الاثنين دول اشتراهم نادي زد بمبالغ معينه بترتيبات معينه. كان الكلام يقال ان هو فيه هيعملوا ملعب، هياخدوا فلوس كتير 10 مليون وملعب، يعني الحقيقه فين احنا مش عارفينها لغايه دلوقتي. فلما جينا المجلس جه وانا جيت ادور على فين فين مستحقات النادي والعقود وحق النادي فين، فبندور على عقد عمر خضر مش لاقينه. فما ندور مره واثنين وثلاثه واربعه ونجيب الناس اللي كانوا موجودين اياميها، لان مش دول موظفين في النادي. ايوه لكن العقد كان مع ناس معينه الله اعلم ودوها فين. فالحقيقه النادي عمل حقيقه مشكور كابتن حسين لبيب وكابتن حسين السيد ومجلس اداره، عملوا تحقيق داخلي على عايزين نعرف عقود عمر خضر فين. لان فيها العقد اللي هو هيبقى فيه اعاده البيع. ايوه مبالغ كبيره جدا. المبلغ اللي اتدفع في عمر خضر اتدفع وراح فين؟ كل الحاجات دي لازم النادي يعرف. فعملوا تحقيق داخلي ان شاء الله هينتهي الاسبوع اللي جاي، وبعد ما ينتهي التحقيق ده هيبقى في تحقيق على مستوى النيابات. طب دي حاجه هايله. طبعا دي حاجه هايله. ده كلام كابتن حسين لبيب ان شاء الله. أي. ان الموضوع لو ما اتحسمش في النادي هيروح للنيابه، لان حق النادي ما نقدرش نفرط في حق النادي ابدا. هل عمر خضر والتفريط فيه خساره تصل الى حد الافساد بنادي الزمالك؟ مليون في المية. مليون في المية. مليون في المية. عمر خضر ما كانش يمشي في الوقت ده ابدا. لان عمر خضر ده عارف حماد عبد اللطيف. حاجة موهبة فذة. حاوي. طبعا حاوي.
ولو كان كمل دلوقتي لغايه دلوقتي في نادي الزمالك كان زمانه بيلعب في الفريق الاول. ايوه. وكان جناح حاجه محترمه وساعتها جدا. وساعتها تقدر تستفيد بيه وتبيعه بقى تخليه في الفرقه الدرجه الاولى تبيعه اللي انت عايزه. دايما حتى لما يلعب فريق الاول جمهور نادي الزمالك ما بيحبش يبيع اولاده. أيوه. لما بيوصلوا الفريق الاول يعني، لكن عمر خضر موهبه كبيره جدا جدا جدا، ولازم نعرف ازاي عمر خضر اتباع واتفرط فيه ازاي، وفين في مستحقات النادي وفين فلوس النادي وفين الحاجات دي كلها. ومفيش اي مستند، مفيش اي مستند، مفيش اي مستند عن وجود عمر خضر البيع راح فين. اعاده البيع، الفلوس اللي كانوا قالوا عليها 12 مليون ولا 10 مليون حاجه كده، الاستاد كان المفروض الملعب يتعمل، كل الحاجات دي احنا كل ده كان كلام، احنا عايزين نعرف العقد فين. فدي الخطوه الاولى ان شاء الله، ان شاء الله في تحقيق داخلي، وبعدين الخطوه هيوصل للنيابه ان شاء الله. لو بنتكلم على لعيبه افارقه موجوده في الزمالك، فكل الناس تسمع عن جيفرسون كوستا انه لعيب كويس بس الناس ما شافتوش. الناس بتتكلم على نداي، سيدي نداي، بس الناس برضو ما شافتوش. رؤيه حضرتك ليهم ايه؟ كوستا سيرد باك كويس. سيرد باك مش سته؟ لا لا، سيرد باك كويس. هو يعني هو اقرب للسيرد باك الافضل. يعني لما تاخد درجات يعني اديله 8، السته 6 من 10، لكن هو سيرد باك كويس قوي. أيوه. لكن هو محتاج برضو ايه يلعب ماتشات كتير، لان هو مواليد 2005 2006. جيفرس سيدي نداي مهاجم كويس قوي، محطه كبيره جدا، انما هو مشكلته ان هو مش محظوظ، لان هو خد كدمه جامده جدا في الانكل وتعالج، وبعدين حب يرجع فرجع بسرعه قبل ما ما يخف، لكن الراجل كان عاوزه خده معاه ليبيا. أيوه. فاتضربت في نفس المكان. لكن مش اصابه مزمنه. لا بعض قال دي اصابه مزمنه موجوده عنده. لا لا لا، انا طلعت ووضحت وقلت للدكتور اسامه عامل عليه الكشف الطبي كامل وموقع على الورقه، وهو الولد سليم 100%، ولعب معانا 5 ماتشات في قطاع الناشئين. أيوه. ما فيهوش اي حاجه خالص. برأي حضرتك يا كابتن بدر في تطور حسام عبد المجيد؟ شوفوا حسام، انا كان معايا، هو معايا من زمان 2001. أيوه. في النادي، ولو طبعا في مدربين كتير اشتغلوا عليه الحقيقه، لكن هو الفتره اللي فاتت دي اشتغل على نفسه كمان كتير قوي. يعني كان بيعمل برايفد بره كتير، في التوستات، في التوافق، في الحاجات دي كلها، بالكوره ومن غير الكوره. فالحقيقه هو مهتم بنفسه قوي، وهو دلوقتي يعني في الطب بتاعه يعني. ايوه. وانا كنت اتمنى من كابتن حسام حسن انه كان يلعبوا الماتش اللي فات. كان نفسي يلعبوا الماتش، بس هو اخد الماتش اللي فات، اخد جزء صغير بس. كان انا نفسي كان قصدك يبتدي بيه يعني، لان هو يعني على الكلام اللي اتقال ان هو مثلا ان ده صغير السن وصغير وهيبقى مستقبل المكان ده مع المنتخب. فكان نفسي الكابتن حسام كان يشوف الماتش كله. بس اعتقد انه حسام لو فضل ماشي بنفس الالتزام والمستوى والتطور ده ان شاء الله يعني اكيد ان اجلا يعني او عاجلا هيبقى هو يلعبه واحد من الاساسيين، هيبقى واحد من الاساسيين في منتخب مصر. ان هو ما شاء الله مركز، يعني الواحد بيفرح لما يلاقي لعيبه صغيرين في السن وعقليتهم متزنه كده ومركزين. يعني زي ما كنت لسه بقول لحضرتك من شويه، الاسماء اللي طلعت معاه مع فريرا، هو وسيف جعفر وبدر وسيد نيمار ويوسف سمنبي، الوحيد منهم اللي كلبش في الفرصه هو حسام، لان هو له الرغبه، عنده شغف كبير جدا انه يلعب، عنده وبعدين هو بيطور نفسه الحقيقه الفتره اللي فاتت، اتطور حتى الباص، البناء دلوقتي بيبني صح والباص بتاعه اتحسن كتير. فاسامه جاي، حسام ان شاء الله، حسام جاي في الطريق. حضرتك وانت موجود في الامارات كان في زي اتفاقيه تعاون مع مانشستر سيتي، هل ممكن الزمالك في الفتره القريبه اللي جايه يعمل اتفاقيه تعاون مع نادي اوروبي، فيبقى في شكل من اشكال تبادل الخبرات، المدربين زي ما حضرتك بديت الكلام يقدروا يسافروا بره، يعملوا فترات معايشه، يجي مثلا استراكترز او محاضرين من بره يعرفوا المدربين هنا ازاي يشتغلوا؟ احنا ماشيين في اتجاهين الحمد لله رب العالمين. يعني اتجاه في اجاكس الهولندي، واتجاه في نادي في السويد. له رغبه ان هو يتعامل مع نادي الزمالك، ويبقى فيه كوميونيكيشن مع نادي الزمالك، نادي في السويد. هياخد مننا لعيبه وناخد من عنده لعيبه، ونودي مدربين عنده وكده، ونجيب محاضرين هنا ونروح معاهم برضه هناك. فان شاء الله الفتره اللي جايه دي في خلال شهر هيبقى في اتفاقيتين بين اجاكس ونادي الزمالك يعني سويد. قبل نهايه السنه ان شاء الله. طب دي حاجه هايله، دي حاجه هايله. احنا انا قلت لحضرتك في الاول تطوير المدرب هو اهم حاجه. ايوه. لازم تطوير المدرب، لازم المدرب يتطور عشان نقدر ندور الولد. قصة بقى صورة محمد صلاح هنعرفها من كابتن بدر، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا.
بنرحب بحضراتكم مره ثانيه كابتن بدر. ايه قصه بقى صوره محمد صلاح؟ اولا حط صوره للكابتن محمد صلاح، هو شرف لكل مصري وكل طبعًا. واحد في العالم ان صوره محمد صلاح تكون موجود في نادي الزمالك او في اي نادي تاني. انا حطيتها اولا تيشرت منتخب مصر، حطيتها قدوه للعيبه، قدوه للناشئين ومدرسه الكوره، ومثل يحتذى به الاولاد، لان صلاح عقليته مختلفه تماما عن اي حد تاني. فانا دايما اقول لهم صلاح ده دماغ كويسه وبتفكر كويس وعقليته كبيره في الاحتراف، ولازم تتعلموا منه ازاي هو بيحافظ على نفسه، ازاي بيتغذى، ازاي بينام. فكل الحاجات دي، فاحنا حطيناها كمثل وقدوه ونفتخر بيه دايما يعني. لكن مش صلاح زملكاوي او كذا، لا لا لا، احنا حاطينها قدوه ومثل للشباب يعني. احنا كل حاجه بقى لازم تاخدها اهلاوي وزملكاوي، هم بيفتكروا الحاجه دي كلها. طب انت حطيتها ليه يعني؟ ابدا، حاطينها قدوه ومثل للشباب مش اكتر يعني. هو يمكن اللي عمل اللغط ده كابتن بدر اختيار الصوره تحديدا، اللي هو الاحتفال بتاع قوس السهم، اللي هو الاحتفال الشهير بتاع الزمالك يعني، او شعار الزمالك. هي ما كانتش مقصوده والله، احنا حطينا اللي احنا كنا مركزين عليه ان هو تيشيرت منتخب مصر. فدي اللي انا كنت مركز عليها قوي يعني. جنب صوره صلاح في صوره شيكابالا. دور شيكابالا بقى مع الناشئين ومع قطاعات الناشئين ومع اللعيبه الصغيره، هو الحقيقه مش دور شيكابالا بس. يعني دور عمر جابر وشيكابالا اللعيبه الكبيره، وعبد الله السعيد وكل نجومنا الكبار يعني، ان هم دايما معانا ودايما بيساعدوا الاولاد، ودايما بييجوا لمدرسه الكوره والفرق ويتصوروا معاهم. فالحقيقه له دور كبير معانا يعني. زي صلاح واكتر كمان. عبد الله ده كابتن بدر، عبد الله ده يعني قصه. انا نفسي يدي محاضرات للعيبه. اللعيبه الصغيره طبعا طبعا، الانتماء والاخلاص وعقليه اللاعب المحترف، تحمل الضغوط، وتحمل الضغوط وتحمل ضغوط كتيره جدا 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 يعني. عبد الله ده يعني المفروض يتعمل له تمثال والله. لكن عبد الله ده الحمد لله كل جماهير نادي الزمالك بتعشقه. يعني، واي حد محب للكوره بغض النظر عن انتمائه يحترم عبد الله السعيد. لازم يحترمه باللي هو بيعمله يحترم. بشخصيته، بعقليته، بالتزامه، ده بعيشته للكوره دي. ودايما برضو احنا محاضرات للشباب. لان احنا دايما نشتغل على عقليه الشباب. المثل الاعلى صحيح. ده ليه كويس صحيح. ده ليه مستمر صحيح. عشان ده بيعمل 1 2 3 4. كابتن بدر، هل حقيقي فعلا ان اتحاد الكوره طلب منكم في ماتش الشباب قدام سموحه تلعبوا الماتش على يومين؟ الحقيقه طلبوا ان انت ان احنا نلعب الماتش على يومين. ازاي يعني على يومين؟ واوتيل وتقعدوا وتكملوا. ايوه ازاي بس يعني ايه على يومين؟ يعني شوط في كل يوم يعني؟ شوط في كل يوم ولا لا إيه؟ هو لما خلص الماتش فالدنيا ضلمت. فقالوا طب عايزين تكملوا بكره نكمل. فقلت له لا يعني، هو عمليه سفر رايح جاي، فاحنا نكمل. فنقلونا الملعب الفريق الاول وكملنا ضربات الجزاء. ما حبيناش نعمل احراج لنادي سموحه يعني. لان في ود وتعاون بيننا وبين نادي سموحه يعني. المشاكل او التحديات اللي موجوده قدام قطاعات الناشئين في مصر، بصفه حضرتك واحد من خبراء الجزئيه دي، بغض النظر عن الزمالك، لو احنا بنتكلم على التحديات اللي بتقابل قطاعات الناشئين في مصر وبنحطها في نقط، ويمكن اولها واهمها اللي بان قوي على السطح خلال الفتره اللي فاتت، مشكله التسنين. هل فعلا الزمالك كان عنده مشاكل في الموضوع ده؟ لا لا خالص، عمر نادي الزمالك مخلفات مثلا من احنا عندنا فترات سابقه؟ لا 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 ابدا. عمر نادي الزمالك ما بيفكر في موضوع التزوير او التسنين او الحاجات دي خالص يعني. لكن انا هقول لحضرتك على هرجع لموضوع التسنين، لكن اهم حاجه مشاكل قطاعات الناشئين. قطاعات الناشئين في مصر عموما مشاكلها الميزانيه. احنا ما عندناش ميزانيه قطاع الناشئين في كل مصر. لازم يكون عندنا ميزانيه خاصه بقطاع الناشئين. ازاي الموارد اللي بتخش لقطاع الناشئين والفلوس اللي محطوطه من اداره النادي للمصاريف قطاع الناشئين، لازم دي تبقى باكج لوحده محطوط كده، 40 مليون 50 مليون حسب ما يتحط ده لقطاع الناشئين. عشان احنا عايزين نطور قطاع الناشئين. هندي مدرب مرتبه في ميعاده، هنجي نشتري لعيبه، هنشتري ملابس، هنجيب حكام، التغذيه، كل الامور دي محتاجه ميزانيه. فده اهم حاجه، وانا بطلب دايما من اي نادي انا بروحه، انا عايز ميزانيه خاصه لقطاع الناشئين. زي ما انت بتحط ميزانيه خاصه للفريق الاول، لازم قطاع الناشئين يتحط لهم ميزانيه. تمام. ده مهم جدا يعني. موضوع التسنين، احنا ما ابتدعناش موضوع التسنين خالص في مصر. الوحيد اللي ابتدعه نادي معين مش اقدرش اقول اسمه. انما عمر النادي الزمالك ما فكر في التسنين ابدا يعني. الولدين اللي في المنتخب، ولادنا ده عمر ياسر وهاب، دول ولادنا من 10 سنين، ولا ابدا اوراقهم سليمه 100%،
عمرنا ما فكرنا دول مزورين ابدا ولا هم مزورين ابدا. وبعدين بعد ما طلعوا من المنتخب وديناهم حوالي 4 دكاترة مستشارين كبار قال لك الاعمار بتاعتهم هي هي، لكن بتحصل احيانا ولد نموه مختلف عن ولد، فبتبقى حاجه شرطه شرطه ونص، هو ده الفرق بس. اتحاد الكوره هو يمكن قلق او خاف انه ياخدهم معاه فتحصل مشكله، الاتحاد الافريقي يعمل هناك الاسويره او حاجه فتبقى مشكله هناك، فقال لك استبعدهم احسن. لكن ولادنا والله ما مزورين ابدا ابدا. طب سؤال يا كابتن بدري، كان اتقال ان كابتن بدري اكتشف وقع التسنين في قطاعات الناشئين في الزمالك. احنا اكتشفنا مش تسنين واحده بس. احنا اكتشفنا بعد انا ما جيت، طبعا الحاجات دي بتبقى جايه من المدرسه. اكتشفنا ولدين من التسنين صغيرين لسه مشيناهم على طول. ده اول ما انت جيت استلمت على طول؟ مشيتهم على طول. بمناسبه الميزانيه، هل طلبت من مجلس الاداره وكابتن حسين لبيب ان يبقى في ميزانيه مخصصه لقطاعات الناشئين؟ طلبت من كابتن حسين لبيب وكابتن حسين السيد الميزانيه خاصه لقطاع الناشئين ورقم حساب لقطاع الناشئين، وان شاء الله احنا قريب جدا هيتحصل الموضوع ده، بس انت عارف ظروف النادي الماديه، لان النادي دفع مبالغ طائله للعقوبات ووقاف القيد والحاجات دي كلها، النادي يشكر على اللي هو فيه يعني. لكن من اول السنه الجايه ان شاء الله هيبقى في ميزانيه خاصه لقطاع الناشئين، مخصصه لقطاعات الناشئين وتطوير القطاعات. واحنا واحنا عملنا الهيكل الميزانيه كامل، وعندنا ميعاد بكره مع الدكتور حسام المندو، لان هو الحقيقه هو اللي متولي القصه، لان هو برضه متولي ان احنا لازم يكون عندنا دخل ثابت لقطاع الناشئين ابتداء من 1/5 اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ايه مشكله سيف جعفر في وجهه نظرك كابتن بدر؟ سيف جعفر اولا هو انا طبعا كان معايا من زمان في سيف جعفر في قطاع الناشئين ولعب معانا كتير. هو سيف اصلا لعيب كويس قوي قوي يعني، لعيب كوره يعني. لكن هو كان مشكلته عنده يعني شويه دلع شويه، وكان عاوز يلعب ماتشات كتير. يعني سيف كان محتاج ماتشات كتير بس ويتثبت في الفرقه ويبقى اساسي. سيف هيروح في حته تانيه خالص خالص يعني. لسه عنده الفرصه؟ عنده. البعض بيتهم ان هو كسلان شويه. هو شويه كسلان، بس هو ابتدى الوقت يحس ان هو هيبقى كويس، هيبقى مهم. انت كنت كسلان، دلوقتي بقى نشيط، فسيف اتحسن كتير في الجزئيه دي. في الجزئيه دي توعد جمهور الزمالك بيه يا كابتن بدر؟ انا اولا انا بشكر اولياء الامور في نادي الزمالك الحقيقه، اللي هم صبروا علينا برضو، وبشكر اولياء الامور اللي انا مشيت اولادهم. بشكرهم جدا برضو، لان هم برضو تفهموا الموقف، في اللي تفهموا اللي فيه شتم شويه، انما ده طبيعي يعني. لكن في ناس تفهمت، وفي قلت لهم ناس روحوا العبوا ماتشات ورجعوا تاني. بشكر جماهير الزمالك ان هي مساندانا الحقيقه، واحنا في اول لعبنا 6 ماتشات أو 7 ماتشات في الدوري في جميع قطاعات الناشئين، احنا تقريبا يعني قريبين قوي من الثلاثه الاوائل الحمد لله. فالامور ماشيه، قطاع مدرسه الكوره الحمد لله كله الاول، فالامور طيبه الحمد لله. فبنوعد الجماهير بان احنا هنطلع لعيبه محترمه جدا لقطاع الناشئين. امتى جمهور الزمالك يقدر يشوف نتاج الشغل اللي كابتن بدر حمد عامله في قطاعات الناشئين، يشوفه بقى في الفريق الاول والدرجه الاولى؟ نهايه الموسم ده واول الموسم اللي جاي ان شاء الله. كابتن بدر حامد واحد من رموز نادي الزمالك، واحد من نجوم نادي الزمالك، واحد من الشخصيات الجميله الحلوه المحترمه اللي موجوده في الكوره والوسط الكروي اللي موجود في مصر. حضرتك شرفتنا ونورتنا وضيف عزيز وكريم على دماغنا من فوق. الله يخليك. وكل التوفيق لحق خلال الفتره اللي جايه. شكرا يا كابتن، وانا كنت سعيد معاك. ربنا يعزك ويحفظك يا رب يا كابتن بدر. مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، خليكم معانا.